تيمو أوتس يشعر بمتعة عندما يقف أمام محول الكهرباء، فهو لم يعد يرغب في مواصلة دراسة الرياضيات في الجامعة بعد أن أصبحت الصناعات الإلكترونية تثير اهتمامه. إنه يشارك هنا في تصنيع محول خاص في مستشفى. بدأت بدراسة تقنيات الطاقة البديلة، لكنني سرعان ما لاحظت أنها دراسة نظرية وتتطلب مني دراسة فروع عديدة أخرى لا تثير اهتمامي. ثم أدركت أن تقنيات الكهرباء تشغل اهتمامي بشكل أكبر، فقررت الانخراط في التعليم المهني. الشركة التي يتعلم فيها مسرورة بهذا القرار، فهناك 3 وظائف لا تزال شاغرة في هذا العام بسبب قلة المتقدمين. هذه الشركة العائلية تصنع المنشآت الكهربائية للشركات والمؤسسات الحكومية. هذا القطاع يشهد نمواً مضطرداً، والمديرة سعيدة بهذا الطالب الذي قطع دراسته. إنه متدرب مجتهد وهادئ ويعرف طريقه جيداً بعد أن توقف عن الدراسة، والآن فهو يبحث عن مجال جديد يحقق من خلاله ما يصبو إليه بعكس كثير من الشباب. وهناك بالطبع من يتدرب أيضاً ويشعر بالقلق. تقع الشركة بالقرب من مدينة مونستر الألمانية التي تعتبر مدينة طلابية، وهناك الكثير من الطاقات الشابة التي يمكن تأهيلها مهنيا، لكن معظم خريجي المدارس الثانوية يريد الدراسة، ومع ذلك فإن ربع الطلاب يقطع دراسته. وهذا ما تستغله وكالة العمل الألمانية التي تحاول جذب هذه القوى الشابة إلى سوق العمل المهني، ومنهم على سبيل المثال يوليا أوبكنراين. لم أحسم أمري حتى الآن، فقد أنهيت دراستي لكنني لم أكتب الماجستير، وصرت أبحث عن بديل آخر ومجال عمل جديد يحقق رغباتي. بعد 7 أعوام قطعت دراسة فرع التعليم وبدأت تشعر بالارتياح. كنت أفكر دائما بعجزي عن إنهاء الدراسة، وكنت أقوم بتأجيل الواجبات البيتية والامتحانات التحريرية، ولم أعد راغبة في التحدث إلى الأساتذة. واستغرق الأمر وقتا طويلا حتى عرفت أنني لم أكن مرتاحة لهذا الفرع الدراسي، واعتبرت التعليم بلا آفاق مستقبلية لأنه عمل محدد منذ البداية. وبات يثير امتعاضي لأنني لاحظت بأن هذا العمل غير صالح لي. اليوم تريد أن تتعلم مهنة البرمجة، موظفة مكتب العمل، تعرف طلابا كثيرين درسوا اختصاصات لم تعجبهم في الواقع. بعد مضي عدد من السنوات تتضح تصورات الطالب عن اهتماماته ونقاط القوة لديه، فيبحث عن اختصاصات تتناسب مع ميوله الشخصية وتتطابق مع اهتماماته. الآن أنهى تيمو أوتس عمله، وبعد 1.5 سنة سيؤدي امتحان التخرج باعتباره عاملا مختصا في التقنيات الكهربائية. فهل هو نادم لأنه تخلى عن الدراسة؟ لست نادما، لدي عدد من الأصدقاء الذين يدرسون الآن ولهم برنامجهم الخاص بهم، ولا أشعر بالحسد إزاءهم. إنني أراهم يحضرون دروسهم جالسين إلى الطاولات بينما أكون قد أنهيت عملي وذهبت إلى البيت، ولا أرى في ذلك مشكلة. تيمو أوتس سيكون خبيرا في هذا الحقل المهني في المستقبل، وسيتقاضى أجراً لا يقل عن أجور خريجي الجامعات.